لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم مرة أخرى. مهم، نفس المشكل زاد عاود وقع في المرة كما المرة الأولى والمرة الثانية. يبدو أنه فيه ناس هكذا اللي راهم متقلقين من هذا الموضوع. المهم نعاود إن شاء الله. المهم عيسى، إذا كان راك تسمع فيا. وعليكم السلام الأخ نصر الدين. وعليكم السلام الأخ عبد الخالق. المهم عيسى، إذا كان راك موجود على جال باش نعطيك الكلمة تكمل المداخلة نتاعك باش قبل ما نمر للإخوة الآخرين. يبدو هو أنه زاد وقع قصف. عيسى هاني ننتظر فيك. المهم إذا كان فيه واحد من الإخوة اللي راهو في تواصل معاه يبعث له فقط رسالة ولو على الخاص باش يقول له يدخل ونعاود نضيفه. المهم الإخوة اللي راكم تتبعوا فينا، على الأقل يا أخويا في الصفحات نتاعكم انشروا الرابط نتاع الحوار هذا، انشروا الرابط في الصفحات في المجموعات حتى باش يصل إن شاء الله الحوار هذا والنقاش إلى أكبر عدد ممكن من الناس. لعلنا من خلال هذا النقاش ومن خلال هذا الحوار هو أننا ننقذ الناس اللي راهم طايحين هما في هذه العصبية وهذه الجاهلية. لأن هذه العصبية هي منين جاية؟ جاية من الجهل، جاية من محدودية الأفق، جاية من نقص الوعي. منين جاية هذه العصبية؟ كش ما شفتو إنسان راه دوك هو عنده وعي سياسي كبير وقال إنسان مثقف وإنسان متخلق، يعني عنده أخلاق إسلامية اللي تحكمه، تلقاه هو يتعصب بالمنطقة والله يتعصب هو الشخص. لا أعتقد إنسان المتعلم، إنسان المثقف، إنسان المتخلق، الإنسان المتربي لا يتعصب لا للأشخاص ولا للأحزاب ولا للمناطق ولا للهيئات. بينما الإنسان محدود الأفق، محدود الفكر، تلقاه راهو يمشي هو في إطار مع أنه خاطئ، ومع ذلك تلقاه راهو يتعصب كل مرة تظهر حاجة التي تثبت من أنه راهو خاطئ والطريق اللي ماشي فيه راهو خاطئ، ولكن مع ذلك تلقاه راهو هو مستمر. وعليكم السلام الأخ أمين. المهم الأخ عيسى ما جاش، نشوفو نمر الكلمة للأخ هذا محمد محمود ومن بعد إن شاء الله ننشر الإخوة للحوار. أخ محمود، والله محمود مرحبا بك. وش راك أستاذ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام الأخ محمد. الموضوع تاعنا اليوم هو حول العصبية، لعلك راك كنت تتبع في النقاش. كنت نتبع شفت باللي كاين عصبيه، كنت هضو على الجهويه والعصبيه. بصح استاذ انت على حسب باش نفهم مليح، تاك تقول استاذ كي دوكا نشوفوا مثال غديري راهو مع زعما نقولوا مع التوفيق وهذا بوتفليقه ومنا دوك كي هما ما مش تفهمي كيف. بصح كيف نديرو ما فهمتش زعما قال ما نتبعوش هذه الجهه، هما بنت معاه ما يتفاهموش بيناتهم وانا ما شكيتش حيكون توافق بيناتهم. علاش استاذ راك تعرف التسعينات وهادو ما عندهم ملفات وراك تشوف الوضعيات السياسيه غديري ما خلاوهاش يدخل ومن الكلام هذا. شوف ناخذ مثلا موضوع من المواضيع. قال درك واحد دار طريق، دار طريق اسيدي نهزو بوتفليقه، هزو بوتفليقه كمثال. بوتفليقه كاين الناس اللي هما مشاو معاه في المرحله الاولى، قال مثلا كاين الناس اللي هما قال مثلا مشاو معاه
لأنه فيه ناس قال مثلا من الجيش دعموه، بون تراك مشيت معاه، وقال باللي هذا الشخص هذا راهو اتفق مع ناس، نحن هو ترشح في 99 وما خلاوش يفوت، خلقوا له الموضوع هذاك نتاع لاتيستاسيون كومينال ومنعوه، وهذه معروفة، رانا عشنا المرحلة هذيك، بلاش نقراو في الكتب، حنا عشنا المرحلة هذيك ونعرفوا التواريخ تاعها ونعرفوا التفاصيل تاعها. الله يبارك. قال راهو درك مثلا تحدث مع نحناح مع بوتفليقة، وقال مجموعة من الجيش وكذا، ودرك قال نمشيو في المرحلة هذه. اوكي انت راك مشيت، راه عندك المبرر نتاعك اللي مشيت عليه. دوك الجماعة هذو اللي مشاو مع بوتفليقة، فرضا قال هذو الجماعة نتاع نحناح، تو نحناح دوك الان راهم امام عينيك، راك تشوف فيهم، راهو واسمه مقري، راهو ضد بوتفليقة بدليل هو انه راهو مترشح. هذو اللي راهم كانوا في وقت من الاوقات، منهم هذاك اللي راهو دوكا في نتاع البناء كان وزير في وقته، راهو دوكا مترشح. الجماعة اللي كانوا في الجيش اللي منهم اللي ايدوا هذا، راهو علي غديري، راهو مترشح. وش معناتها؟ معناتها باللي طارق حتى اذا كان هذا الناس راهم مأمنين به، طارق خاطئ، بدليل راك تشوف حتى الاشخاص اللي كانوا معاه، نزيد نسمي لك علي بن واسمه وش اسمه هذاك، بن بيتور، بن كان يتوب بيتور الله. واسمه علي بن فليس الى غير ذلك. دوك انت هذا الطريق كامل وانت ما راكش تشوف فيه، ومع ذلك ما زالك مستمر في الخطأ انتاعك. هذه عصبية، انت تتعصب لشخص، كاين اللي تلقاه هو يحكي لك على الفساد، يحكي لك على الفساد، تبدا انت تهضر معاه ومنا وقال ودي وكذا وكذا، انت تجبد له ربراب. لماذا؟ لانه ربراب من منطقة القبائل، هو يحبس لك ثم، راهو مع ربراب قلبا وقالبا، ربراب مشى مع علي غديري يروح معاه. هذه عصبية. بصح استاذ، عصبيه كاك تقول فيها في الجهويه هنا، زعما دوك قبايلي تما كاع ما قبايلي هوش تبع. مشي قضية نتاع جهوية، جهوية حاجة واحدة أخرى، الجهوية هو أنه راهو الإنسان يمشي للجهة نتاعو، المنطقة نتاعو، هذاك راه إنسان جهوي. تلقاه هو قال مثلا لا يعبأ بما يجري في المناطق الأخرى، قال مثلا أنت تحكي له مثلا على منطقة القبائل، كي نقول لك أنا الجهوية أنا لا أقصد فقط منطقة القبائل، يعني قال منطقة القبائل ولا الغرب ولا الشرق ولا الوسط ولا كذا. المهم الجهة نتاعو، تحكي له على الجهة نتاعو يحرقك ياكلك، لكن لما تحكي على جهات واحدة أخرى ما يهموش. هذا جهوي، عنده فكر جهوي. العصبية لا لا، العصبية ما العصبية هو أنه تلقاه يتعصب لشخص، يتعصب لرأي، فهمت؟ قال دوك مثلا كيما جبدتها أنا في التسجيل الأول، راهو راح ضرب، لأنه للأسف الشديد انقطع البث. قضية نتاع هذيك تاع معزة ولو طارت، هو راهو يشوف فيها باللي سمعت. غراب، هو يقول لك معزة، هي هو طار الغراب، هو يقول لك معزة. نفس الشيء تدرك يا أخي، راك أنت كنت تمشي في خط، واتضح لك من أنه هذاك الخط اللي كنت تمشي فيه أنت خاطئ، بدل الطريق. هاك أنت وقت حاكم الطريق، حاكم الطريق درك أنت يرحم باباك، وراك تمشي أنت الطريق راهم فيها لي بلاك، يعني نجيبو مثل بسيط خلاص، تراك تمشي في حاكم سيارة، تمشي مشيت لقيت باللي بانو طريق مغلق، فهمت؟ قاعد مكمل انت في الطريق، تروح تروح من بعد الدور طريق ما يخرجش، زيد تعاود الدور طريق مغلق، قاعد انت قعد الدور ثم، فهمت؟ شغل الانسان راه عندك، راه دوك الطريق مغلق، انت راك قاعد الدور ثم، تضيع في الوقت. كما يقولوا ترمي الملف في التراب في ومع الرمل، ذلك فما تلقاه متعصب وماشي في نفس الطريق. طريق يا خويا خاطئة، نبدل طريق واحد اخرى، نشوف طريق واحد اخرى. فهمتك 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 استاذ، فهمتك تسمعك حاب تقول. بصح هذا انا تعصب، انا فاللي كيما تقول مكري هذه الامثله، انا جيب لها بهذه ماشي شغل يخدعوا بها الناس، قال هكذا منا، هما على بالنا واش مع من يتبعوا
مش متابعية بصح هادو ما زعما يديروا كيما شفت انا مقبل البرنامج تاع مكري مقري كيما شويه فيه المصالحه وفي ثاني يقول لك اتباعيه الوصايا تاع فرنسا شغل هادو ما على بالنا ما مش حيديروهم هضره برك هادو ما مش حيديروهم ما كيما هذا مثال لا تما شغل يعطي لك هضره شغل اشهار قال حنا نديرو هكذا كيما غديري حنا ضد السيستم تما واحد اللي يسمع يقول هي على بالنا هذه هضره برك ما راهيش شغل ما راهيش ما مش حيديروها هذه دوك هما يديروا هذا التعصب باش يديروا شويه فتنه هي شويه فتنه وهي شويه منها رساله بين السياسيين انا على حسب ما فهمتك استاذ انت راك دير هذا الموضوع هو خاص للسياسيين شغل راك دير توعيه للسياسيين على سياسيين حسب ما ولا فهمت مواطنين شغل عاديين؟ كاين مواطن عادي اللي درك هو يمشيوه على اساس انه يدعم بوتفليقه لانه الجماعه نتاع الغرب راه معاه، يمشي من منطلق عصبيه. وكاين في المقابل اللي هو يمشي قال مثلا مع هذا غديري يمشي معاه على اساس انه راهو من الشرق، يمشي معاه من منطلق عصبيه، مش يمشي معاه لانه راهو عنده مشروع ولا راهو عنده رؤيه ولا راهو عنده قال مثلا نضال ولا راهو عنده مثلا كيما يقولوا باجاج بوليتيك، ما عندوش، عنده رصيد سياسي ما كانش. فهمتك طب استاذ تمشي معاه شغل ما لانه عندوش خطاب راهو اكيد قال ابن المنطقه نتاعي، ترشح معايا خويا، ترشح خويا نمشي معاه لانه راهو خويا، نمشي معاه حتى مانيش عارف اسمه، لا ما نمشيش معاك، نمشي مع المصلحه نتاع البلاد، الانسان المنطقي، الانسان العاقل اللي هو يغلب المصلحه نتاع البلاد. ما نمشيش معاك لانه راك ابن المنطقه نتاعي او ابن الحي نتاعي او ابن القريه نتاعي او ابن كذا، فهمتني؟ هذه فهمتك كاينين الناس اللي راهم يمشيو على اساس عصبي، يتعصب لرايه، هو راهو غالط ولكن يتعصب لرايه. فهمتك شغل ما عندوش حجة باش يتبع هذاك المترشح يتبع على حسب المنطقة على حسب ما كانش راك فهمتك مثل ما يعني قلت لك فهمت درك، انا الانسان اللي راهو يمشي في الطريق، طريق مغلق، وانت قاعد دور فهمتك في الحلقه المفرغه هذه. لا رانا قال مثلا موضوع هذا مثلا تاع المصالحه من النهار الاول لم يبنى على اساس صحيح. اي انسان عنده منطق، عنده عقل، عنده حكمه، قال باللي اودي كيفاش انت راه كاينه اطراف غائبه في هذا الحوار، غائبه في هذا النقاش، قال لابد وانه يحصل فيه حوار، يحصل فيه نقاش، يحصل فيه كذا. من بعد انت روح وين وصلت بالموضوع نتاع المصالحه، من بعد زيد عاود دير انت، يا واش معناتها ربي انت، يا واش ربي واش هو انت، تايا لما يقولوك الناس باللي راك غلط ماكش قابل، ومن بعد دوك تولي انت قال غدوه روح دير انت ندوه وطنيه ماكش رايح تنجح فيها، والله ما تنجح، والله وتقعد 100,000 سنة والله ماك ناجح، غير تخرج رغم أنفك من الحكم، تخرج بالبلانكار ولا تخرج بالكتبيات ولا تخرج بأي طريقة، خارج. لماذا؟ لأن النية نتاعك نية خبيثة، فهمت؟ نية خبيثة. فهمتك كيفاش أنت دوك أنت راك راح دير مصالحة، كيف على واش ديرها؟ مصالح هذا راهو يحصل فيها نقاش في كل المواضيع، سواء تعلق الامر بالامور الاجتماعيه ولا بالسياسيه ولا الاقتصاديه ولا الرياضيه ولا الاعلاميه ولا التاريخيه ولا كل الاشياء اللي يمسها هذا النقاش، هذا يحصل فيها نقاش. كيفاش انتظر؟ قال مثلا هذه نتاع الامازيغيه دون وانه يحصل فيها نقاش ولا واسمو دير انت يا واسمو اكتب الدستور هذا راهم يديروه الناس تناقشوا حوله، فهمت؟ الناس راها تشوف دوك قال الرئيس الفرنسي ولا ليك راهو يروح للناس، يجيب شباب يتكلم معاهم، يناقشهم، يطرح لهم اسئله، يسمع لهم، يسمع الانشغالات تاعهم. لماذا؟ لانه عنده نيه على جال باش هو يمشي. قاعد لي الناس سيد راهو حابس وجماعه وشي فخامه الرئيس الجمهوريه، مدي البلاد مديها المحرقه، ومن بعد غدوه لما انت تتحرق البلاد من بعد قال ودي والله غير حنا يا صاحبي، راك تشوف فيها قدام عينيك طريق، راني نقول لك طريق مغلق، راه كاينه بلاكه طريق مغلق، وين رايح؟ وين رايح؟ شغل واحد دوك انت
راهو قال مثلا بلاكا نتاع دونجي، راهم يقول لك باللي هاو دونجي، داك تروح لثم انت راح تطيح، طيح في الارض، بالك راهو كاين دونجي، بالك راهو كاين تربه راح تنزلق وانت رايح جاي ثم مكومبي ثم. والناس يقول لك ها يا ودي لعن الشيطان، يا ودي بالك، يا ودي بالك وانت رايح، روح متعصب تعصب. هذا دوك اللي انت دوك راهو ما الناس قلتش تقول انا له راسي. الدستور راه يمنعك من الترشح ورايح، يا ودي الدستور راه يمنعك من الترشح، رواحي الحاجة، رواحي رواحي نصوروا لنا تجمع منا واخر من هي، وين رايح يا الدستور يمنعك، رايح رايح اروحي فهمتك الحاجة أستاذ هادي. اروحي. واحد ذكا ويكتب لك تعليق أو الحل في نكاز، يا ودي الدستور يمنعه، رايح روح. وش هو غديري وراه الشك، غديري قال لك وراه الشك بلي حيمنعوا له ثاني كلوخ. بصح استاذ انا كاين كيما هاد الاشخاص اللي تهضر كيما نكاز ومنا، كاين اللي عندهم مصالح. هادو ما نكاز، هو نكاز يقول لك لو كان حط رجل في السياسه الجزائريه يجيب هادوك استثمارات يمدهم الكش شغل يمشي مع الواقف. كاين عباد مصالح من هي في مصالح مانيش نهضر لك انا عليه، هو انا راني جبت لك كمثال على الانسان هذا اللي راهو يشوف في طريق نتاع الحق ويشوف فيه، ولكن مع ذلك لا يقبل بالحق. الانسان هذا اللي راهو هو ضد المنطق ضد العقل، هذا هو التعصب، فهمت؟ هذا هو بصح التعصب، استاذ انسان كاياك راهو انا ضد فيها المنطق ضد العقل ضد الحكمة ضد المصلحة نتاع البلاد ضد كذا، انت تشوف فيه باللي راه حاجة ما كانش وهو رايح يديرها، وين من اسمع بعد استاذ دوكا ما كانش بعد كاع ما تفوت امل هذه ما كانش الجماعة كاع امل. نتاع المجلس الدستوري واش راح تقول؟ هاي هاي دوك انا دوك غدوة يجي واحد يهضر معايا واش يقول لي؟ يقول لي ما على باليش، واش يقول لي؟ والله غير شوف رغم ذلك ويزيد يمشي معاه، لماذا؟ لأنه متعصب، فهمت؟ وهذا التعصب هذا عنده أسباب، كاين أسباب مرضية، فهمت؟ أسباب مرضية، كاين مرات يكون إنسان جاهل، فهمت؟ جاهل جاهل، فهمتك. كاين مرات هو أنه تكون أسباب مرضية، مرات يكون داخل حتى في الخلل في العقيدة، يعني إنسان تلقاه راهو يصلي بصح راهو لا يؤمن بالله، تبالك له ربما راهي ماهيش منطقية لكن حقيقة. هذا الإنسان الذي هو يؤمن بالله يتهم ربي بالظلم، هذا إنسان يصلي يصلي على راه، تتهم ربي بالظلم، تتهم ربي بالحقرة، تتهم ربي باللي ماهوش عادل، تتهم ربي بكذا وبكذا وبكذا، هاك حتى تشوفهم تلقاهم دوك مثلا واحد تجيه مصيبة والله هذيك ما يقبلهاش عند ربي، شغل كأنه ربي ظلمه كأنه ربي حقره. حتى صارت نسمعت ناس يعني يا ربي علاش انا درت لي كذا وعلاش كذا وعلاش كذا، يحاسب ربي يا فهمت؟ هذه وش هي؟ هذا خلل، عنده خلل في العقيدة. انسان اللي راه مؤمن بربي ايمان صحيح ايمان صادق ايمان فيه اخلاص، جاب لك ربي حاجة يا اخويا مرحبا بالشي اللي عطى ربي، فهمت؟ انا راني مؤمن بالشي اللي عطى لي ربي، مرض ولا عاهة ولا فقر ولا وسمو، ربما راهو ربي هو راهو حب يطهرك من حاجة، راهو عندك مثلا قال انا شوف لا يشوف فيها عقوبة، قال عندك 18 ما راحش البلاد تشوف فيها ابتلاء من عند ربي وبسلامة بالعافية، فهمت؟ بالك لا ربي كش ما درنا فهمتك. سيئات والله عليك راهو ربي هاو ينظف فينا من وسمو، يجيب لك انت ابتلاء، يجيب لك مرض، يجيب لك حاجة حادثة، يجيب لك لا ربي راه يطهر فيك، بالك لعلك راك عند ربي راك ما درت طوام ولا هذيك، أو ربي راه يسمو. لكن أنت مثل ما راني نحكيك أنا، أنت إنسان راه ذوك هو في ضلال مبين ورايح ومكمل، وين راك رايح؟ كارثة أستاذ. تسمى ما كاش أمل أستاذ في الانتخابات هذوما، مش من أمل ما كاش تسمى انتخابات هذو كما يقولوا اللعب مغلوق خلاص. ما كاش أمور واضحة، أمور واضحة، هو لك على استمرار بالنا هذا بتصير. النظام، استمرار هذا النظام بشخص أو بآخر،
احنا نحوسوا على التغيير منذ سنوات، واحنا نحكيوا فيها مسألة واضحة وضوح الشمس، قال أرواح نلتقي ونتناقشوا على خطوط عريضة تاع مشروع مجتمع، نروحوا بضمانات، يكون هناك ميثاق من أجل على جل باش نرسموا معالم للأجيال اللي راها جاية، ونمشيوا واحدة واحدة من أجل بناء جزائر جديدة، فهمت؟ نبنيو جمهورية فهمتك. جديدة، ونروحوا واحدة واحدة منذ سنوات وإحنا نحكيو فيها، فهمت؟ منذ أن فتحنا منتدى بلا حدود في 2006، والتسجيلات راها موجودة ومنشورة، وإحنا نحكيو في هذا الموضوع تاع المشروع تاع المجتمع في الوقت اللي هما كانوا يخرجوا للشارع، سعيد سعدي ومقري، وكانوا يخرجوا للشارع وراهم ها هو الربيع العربي.